قلوبهم، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني الناس في ظل هذه الظروف، احنا في هذه السنتين فقط تاع كورونا هذوما، ناس ماتت صغار وكبار، فقدنا اعز، ما كاش عائله ما فقدتش صحيح عزيز من الاعزاء تاعها. وهذا الناس للاسف الشديد وكانهم معفيين، يعني يا راجل راك تموت وتخليهم. هذه القسوه وهذا الغلظه وهذا الجشع، استغلال مثل هذه الظروف، هذا امر كما يقولوا لا ينسجم لا مع عقل ولا مع دين. هذه الخدمه تاع الديوبه والعياذ بالله، هذه الخدمه تاع النسور اللي كما يقولوا تقتات على الجيف. اما الانسان المؤمن ما يتصرفش بهذه الطريقه. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على 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 صفه المسلمين في التعامل في الازمات، وش يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ان الاشعريين، والاشعريين هم قبيله ابو موسى الاشعري من اليمن، ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو، اذا كانوا في غزوه مثلا، او قل طعام عيالهم بالمدينه كما راهو حاصل عندنا الان، او قل طعام عيالهم بالمدينه، جمعوا ما كان عندهم جميعا ثم فرقوه بينهم بالسويه. يعني مبدا التكافل يظهر عند يعني شكرا. عند الازمه تما اللي يزيد يقوى مبدا التكافل، وين الناس كلها يعني حتى اللي عنده زياده يمدها من باب التخفيف على الباقي.